ننتقل هسه الموضوع، الناس كلها قاعدة تنتظر انه نحكي. انا مخرج بس. ننتقل هسه الموضوع، كل الناس قاعدة تنتظرنا نحكي به. تعرف اي موضوع؟ لا. شو علاقتك بالزملاء؟ جيدة جدا. كلهم؟ كلهم. طيب رفقتي المسرحية. يعني ولا عدو عندك؟ ابدا. صراحة الفنان جواد الشكرتشي انه فنانه وزوجها كانوا يتجسسون على الفنانين لصالح النظام السابق، وراح بسببهم عدد من المثقفين والفنانين ورا الشمس. اول حرف باسم الفنانه هو عين نون. لا. واول حرفين من اسم الفنان هو عين خاء. لا. من شان يقصد؟ انا ما اعرف هذا الموضوع، ما اتحدث به لانه انتهينا منه، يعني ما تابعته حتى في وقت ثاني. لا تابعت. بس رفعت دعوة. رفعنا دعوة وكسبناها. شنو صار؟ كسبنا الدعوة خلص. كسبت الدعوة يعني اجى صدور حكم او اي صدر حكم موجود. شنو الحكم؟ انه احنا برياء من القضية. والموضوع كله ما له صح. ليش صار هذا الموضوع وبهذا الوقت؟ والله لا اعرف. معقول؟ اي والله. اكو شيء شخصي؟ ابدا. انا من الناس اللي ساهم في تكوين هذا الفنان. يعني اربع اعمال اخراجي. وصلت الى جائزه دوليه في مهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي في مسرحيه لو، وحتى من اجى جبته معي في عمل الف رحله ورحله كان هناك اعتراضات من الجروب، كان مرفوض يعني، قالوا هذا النموذج ما صعب يشتغل معنا. قلت لهم اذا كان عندكم سلبيات عليه، انا اؤمن ان المسرح ليس فقط منصه عرض، المسرح بناء انسان، فاعطوه الفرصه، إذا تطور وقبلتوه يبقى معكم، وإذا لم تقبلوه فيغادر. تواجهتوا بعد هذا الموقف؟ لا. ولا تليفون؟ أبدا.